عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلموا عن الأداءات الصفية والأداءات المنزلية والتقييم الأسبوعي الخامس للصف الثالث الابتدائي. يونت 2 بارت 2. واتس ذا ماتر؟ ما الأمر؟ نمبر 1 اتس سيف ولا دينجروس ولا انسيف؟ آمن. دينجروس خطير، انسيف غير آمن. تو درينك ميديسين، أن تشرب الدواء. ويز أن أدلت، مع شخص بالغ. يبقى It's safe، إنه آمن. She feels sick، هي تشعر بالمرض. طب أنا ما قلتش ليه feel بعد he و she و it في present simple؟ بحط للverb is. The doll، العروسة. طيب دي has beautiful، لديها. ما ينفعش have، have بتيجي مع I و we و you و they والاسم الجمعي. The doll it، وده اسم مفرد ياخد has. beautiful hair، لديها شعر جميل. when we are ill، عندما نكون مرضى. we go to the hospital، بنذهب الى المستشفى. doctors الاطباء and nurses الاطباء والممرضات. help us، يساعدونا. what's the matter، ما الامر؟ تمام. I have a cough، انا عندي كحة. medicine الدواء. إذ يكون on على a high shelf، على رف مرتفع. the boy الولد kicks the ball، ماشي، يشوط الكرة. I have a lot of work، أنا لدي. I am، أنا أكون كثير من العمل. لأ، و I ما تجيش مع has. I have، أنا عندي a lot of work، كثيرا من العمل. هنا عندي number 10 بيقول لي the girl. Number 10 the girls، البنات. البنات دي جمع. or تكون in the garden، في الحديقة. or. بعد كده عندي هنا الأداء المنزلي الأسبوع الخامس في الثالث الابتدائي. unit 2 part 2 what's the matter. choose the correct answer. Number 1 it's very dangerous، إنه خطير جدا. to jump، أن تقفز. very high، عالي جدا. You have to take care. You have to take care. يجب أن. Have to، أنت. Have to، يجب أن. Have لوحدها، عنده أو لديها أو يملك. You have to، أنت يجب أن. Take care، تحترس أو تكون حذرا. He can't come، هو لا يستطيع أن يأتي. to work، للشغل. today because he is a cold، هو يكون نزلة برد. ولا he has، he has، هو عنده نزلة برد. he has. it's safe، إنه آمن. ولا good ولا unsafe، غير آمن. to drink medicine without، without، بدون. طالما بدون. an adult، شخص بالغ. يبقى unsafe، غير آمن. my heart، قلبي. بمبس، يضخ. ذا بلاد، الدم. بعد كده I put، انا اضع. the medicine، الدواء. on a high shelf، على رف مرتفع. I put، cover your nose، غطي انفك. with a tissue، بالمنديل. this is my stomach، هذه معدتي. it digests food، انها تهضم الطعام. زكاة القطة، ده مفرد. has، لديها. two eyes، عينان. ما ينفعش زكاة إذ القطة تكون عينان اتنين، لا. I go to the doctor، أنا أذهب إلى الطبيب. when I have a cold، لما يكون عندي نزلة برد. number 10 she has a lot of work، هي لديها شغل كثير أو عمل كثير. she can't go out today، هي لا تستطيع الذهاب بالخارج. today، اليوم. يبقى has. طب بعد كده عندي هنا أول حاجة، النموذج الأول في التقييم الأسبوعي الخامس الصف الثالث الابتدائي. reorder، رتب the following sentences، الجمل الآتية. أول حاجة بيقول لي don't، بعد don't بيجيلي الفيرب في الانفينيتيف. don't touch، لا تلمس. your face، وجهك.
تمام. بعد كده كان I get. هل يمكنني كان هل يمكنني أن I get أن أحضر you لك any sing أي شيء. بعد كده listen to استمع إلى. بوب ميوزك استمع إلى موسيقى البوب. بعد كده بيقول لي هنا the medicine الدواء. إذ يكون in the bag في الحقيبة. بعد كده عندي the duck البطة. is black تكون سوداء. طب عندي هنا التقييم الأسبوع الخامس موديل بي للصف الثالث الابتدائي. reorder أعد ترتيب. بيقول لك how بعديها do you feel. how do you feel بما تشعر. بعد كده skin بشرتي protects my body تحمي جسمي. I have a fever أنا عندي حمى. the medicine الدواء is on يكون على a high shelf. بعد كده هنا the boy الولد كيكس the ball الكرة يشوط الكرة. طب عندي هنا آخر تقييم. عندي هنا آخر موديل موديل سي برضو reorder the following sentences. هنا play العب with your friend العب مع صديقك. بعد كده go to. بعد كده عندي go to the doctor اذهب الى الطبيب. number 3 wash اغسل your hands with soap اغسل يديك بالصابونة. وبعد كده عندي هنا doctors الأطباء and nurses والممرضات check يفحصوا our health صحتنا. هنا عندي هيبقى take a cold shower يعني خد دش بارد. بكده احنا خلصنا التقييم الاسبوعي الخامس للصف الثالث الابتدائي الاداءات الصفية والواجب المنزلي والتقييم الاسبوعي. في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون نال على اعجابكم. ما تنساش اضغط لايك بتفرق معانا كتير في انتشار الفيديو.
واشترك في القناة وفعل زرار الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.